السلام عليكم ومرحبا بكم في اول حلقه من معنى ومثال. هذه السلسله اللي غادي نحاولوا من خلالها ان نجيب واحد المثل نعرفوا علاش كيتقال وامتى كيتقال وشنو المعنى ديالو. والمثل ديالنا ديال اليوم هو المثل المشهور نتمير ونمير شكون اللي غيصوب الحمير. هذا المثل كنستعملوه في بزاف المواقف، بحال مثلا ملي كيكونوا جوج الناس مسافرين وكل واحد فيهم كيعتقد بانه هو الواعر وهو اللي غادي يتحكم في كل شيء. ملي كيتحطوا قدام الامر الواقع وخصهم يقضيو شي حاجه، كل واحد فيهم تيقول لاخر لا انت اللي خاصك تمشي ديرها، لا انت اللي خاصك تمشي دير. وهنا كيطيح المثل ديال نتمير ونمير شكون اللي غيصوب الحمير. والمير هنا المعنى ديالها هو الامير. وباش نقربوا المثل شويه اكثر، بحال مثلا ملي كنكونوا في الدار في الوقيته ديال البرد وكل واحد فينا شاد بلاصتو ومغطي بالمنطه، ولكن الضوء كيبقى شاعل، كل واحد فينا كيقول لخوه الصغير ولا الكبير نوض انت طفي الضوء. الكبير تيقول لي لا انا هو الكبير خصك انت اللي تمشي تطفي الضوء لحقاش انت هو الصغير. الصغير تيقول لي لا انت هو الكبير خصك انت اللي تمشي الضوء، وكيبقاو يدوروا بعضياتهم بحال هكا والضوء ما كيطفاش. وحتى في هذه الحاله هذه كيجي المثل ديالنا ديال نتمير ونمير شكون اللي غيصوب الحمير. وبمعنى اوضح هو انهم اللي كيتلاقاو جوج الناس وخصهم ضروري يديروا واحد الحاجه، كل واحد فيهم تيقول انا ما خصنيش نديرها، الاخر هو اللي خصو يديرها. وكان هذا المثل ديال اليوم، ما تنساش دير لايك لهذا الفيديو ودير لي اونغوجيستري ولا سجلو باش الحلقات الجايه يطلعوا لك. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.